مجلس نواب الشعب يوافق على مرسوم الإيجارات والإدارات السكنية. آلاف الأشخاص في مختلف مدن وبلدات إقليم أورومية ينظمون مسيرات لدعم أجندة الإصلاح الجارية. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في نشره جديده للاخبار يقدمها لكم القسم العربي في هيئه الاذاعه الاثيوبيه من العاصمه اديس ابابا. وافق مجلس نواب الشعب يوم امس على مرسوم ايجار واداره سكنيه. في حاطته لمجلس النواب حول ضروره مشروع القانون، اوضح ممثل الحكومه في البرلمان تسفاي بلجيكي حسن توقيته والفوائد التي سيمنحها للمواطنين. وبحسب عرضه فإن المرسوم سيخفف الضغط على المواطنين من خلال منع الزيادات غير المعقولة في الإيجارات وإضفاء الشرعية على إجراءات الإيجار. وأكد ممثل الحكومة الذي شدد على تصاعد إيجار المنازل السكنية كأحد دوافع التضخم على أهمية المرسوم والإجراءات المصاحبة لمعالجة هذه القضية. وأكد أن مرسوم الإيجار والإدارة السكنية الذي تم طرحه يؤوي لفوائد متعددة ولتخفيف الضغط. وتم التأكد من أنه ستكون هناك هيئة تنظيمية مكلفة بالإشراف على تنفيذ العقود بين مالكي المنازل المستأجرة والمستأجرين. قال نائب رئيس الوزراء تمس قنطرونه إن النهج المستخدم لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير هو درس كبير يعمل كنموذج للدول الأفريقية التي تكافح الفقر. وأدلى نائب رئيس الوزراء بذلك خلال الاحتفال بالذكرى السنوية 13 لسد النهضة الإثيوبي الكبير والذي أقيم في أديس أبابا يوم أمس. وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الهائلة التي تواجهها إثيوبيا، إلا أنها حافظت على حقوقها في تصور وتصميم وتمويل وبناء السد. وأشاد نائب رئيس الوزراء بالجهود الموحدة للحكومة والمواطنين في التغلب على التحديات الكبيرة على مدى السنوات 13 الماضية. أشار الممثل الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه عبد الكريم سيد إلى أن سد النهضة الإثيوبي الكبير سيسهم بشكل كبير في المنفعة المتبادلة للمنطقة. وأضاف خلال لقاء مع وكالة الأنباء الإثيوبية أن استخدام الموارد الطبيعية للتنمية المشتركة أمر بالغ الأهمية لشرق أفريقيا والتي تعاني من مشاكل مختلفة من صنع الإنسان والمشاكل الطبيعية. وبحسب عبد الكريم، وهو أيضا متخصص كبير في الموارد المائية، فإن الاستخدام المشترك للموارد الطبيعية أمر بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية للقارة والمنطقة. وأشار الممثل إلى أن إثيوبيا تبني السد على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة للموارد المائية. وأوضح عبد الكريم أن الكثير من التطورات تحدث في كل البلاد وخاصة في البلدان الأفريقية، لأن عدد السكان يتزايد بمعدل سريع للغاية جنبا إلى جنب مع التحضر وزيادة تغير المناخ. أعرب السفير الياباني لدى إثيوبيا شيباتا هيرونوري عن وعد المشاورات العامة التي يسرتها لجنة الحوار الوطنية الإثيوبية بمعالجة القضايا الوطنية الملحة في البلاد. هذا التأكيد قدمه الدبلوماسي الياباني خلال اجتماعه الودي مع كبير مفوضي لجنة الحوار مسفن أريا في أديس أبابا. وخلال محادثتهما قدم كبير المفوضين تفاصيل عن إنجازات اللجنة حتى الآن ومساعيها المقبلة والوضع الحالي للجنة. وأعرب السفير الياباني شيباتا عن امتنانه لكبير المفوضين على الإحاطة الإعلامية المفيدة، معربا عن تقديره للجهود الجارية التي تبذلها لجنة الحوار الوطني. وأكد من جديد التزام اليابان بتعزيز دعمها من أجل ضمان نجاح مبادرات لجنة الحوار الوطني الإثيوبية.
نظم آلاف الأشخاص في مختلف مدن وبلدات إقليم أوروميا مسيرات لدعم أجندة الإصلاح الجارية والإشادة بالإنجازات التي تم تسجيلها على مدى السنوات الماضية. وعقدت مسيرات الدعم في المدن الرئيسية في الإقليم بما في ذلك أداما وجما وبرونا ومناطق أخرى. وانضم المسؤولون الحكوميون وأفراد المجتمع المحلي إلى المظاهرات التي تهدف إلى توطيد أنشطة الإصلاح وصون السلام. وشدد المتظاهرون على ضرورة مواصلة الإصلاح الوطني الجاري وتعزيز الوحدة وكفالة عدم تعطيل مبادرات التنمية من جانب القوات المناهضة للسلام. قامت نائبة رئيس البنك الدولي لخدمات الأخلاقيات والعدالة الداخلية ليزا روزن ووزير الصناعة الإثيوبي ملاكو اللبل بتفتيش الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة التي تكون بدعم من البنك الدولي. وأشاد السيد ملاكو أن الغرض من الزيارة هو تقييم فعالية هذه الصناعات في إيجاد فرص العمل، وذلك من خلال القروض المقدمة من البنك الدولي. وأعجبت ليزا روزن بالأنشطة التي شهدتها، وأثنت على الصناعات التحويلية لتوافقها مع الممارسات الصديقة للمناخ، وأعربت عن ارتياحها لعملياتهم، وكررت التزام البنك الدولي بزيادة التعاون مع الحكومة الإثيوبية في تعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. استقبلت سفارة إثيوبيا لدى الصين في مكتبها فريقا من مركز جينغوا يوم أمس. وذكرت السفارة الإثيوبية أنها ناقشت مع المركز القضايا المتعلقة بالبحوث الزراعية، وتم رفع طرق التعاون مع المعهد الإثيوبي للبحوث الزراعية وشرحها للفريق بحسب ما ذكرت السفارة. مركز جينغوا هي منظمة غير حكومية صينية تركز بشكل أساسي على القضايا المتعلقة بالبحوث الزراعية. أبدت شركة هندسة الطاقة الصينية اهتماما بالمشاركة في بناء مجمعات صناعية جديدة واستثمارات مختلفة في إثيوبيا وفقا لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية. وأجرى الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الحدائق الصناعية كليلو تادسي ووفد الشركة الصينية بقيادة المدير العام شين تشين مناقشة يوم أمس. خلال المناقشة صرح المدير العام أن الشركة تود العمل بالتعاون مع شركة تطوير المجمعات الصناعية في بناء مجمعات صناعية جديدة والانخراط في مختلف مجالات الاستثمار، كما قدم المسؤولون خطة مفصلة للانخراط في تصنيع الأسمنت والمواد الكهربائية بالإضافة إلى قطاعات الاستثمار الأخرى كما ذكرت شركة تطوير المجمعات الصناعية. قبل الختام أعزائي المشاهدين نذكركم بأبرز ما جاء في النشرة. مجلس نواب الشعب يوافق على مرسوم إيجارات وإدارات السكن. آلاف الأشخاص في مختلف مدن وبلدات إقليم أوروميا ينظمون مسيرات لدعم أجندة الإصلاح الجارية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.